قصة نجاة الأطفال من إدغال كولومبيا ملهمة بالتأكيد، وهناك قصص أخرى شبيهة لعمليات إنقاذ دراماتيكية شهدت اهتماما عالميا كبيرا وقتها. القصة الأشهر من تايلاند، وتحديدا في يونيو عام 2018 حين تم إنقاذ فريق لكرة القدم 12 طفلا ومدربهم بعدما علقوا بداخل كهف غمرتهم مياه الفيضانات ل 17 يوما. وفي 2010 أمضى 33 رجلا من عمال المناجم في تشيلي أكثر من شهرين تحت الأرض بعد انهيار منجم سان خوسيه للتنقيب عن النحاس والذهب، واستغرق انتشال جميع العمال حوالي 22 ساعة. أخيرا عام 1987 سقطت بيبي جيسيكا رضيعة بالغة من العمر 18 شهرا في بئر بالحديقة الخلفية لمنزل خالتها في تكساس، وحررها عمال الإنقاذ بعد يومين ونصف. عملية الإنقاذ هذه أذيعت وقتها على الهواء مباشرة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.